إنه الخضوع سيم ذاك رقاب منايا منايا قد غير نريم تقضي من خينا غادي إني غادي الأقدمية جيش نعب عقرون وشي حاجة وما لي جانت أقرين ذا شمش غاخيني نشي ما ننسي الزاد سنتي مزورة حسن عاد زيتينا لأن فين غاسنت الأقدمية طاز قوامي خني منا تعال تكوري ما غير نشال مينا ما مشيش غنقي فين انتي مزورة خني تغنس غاتينا عاوتاني غاخير جمعنا التصب حانت بزاف لأن مشاريني خصها ضروري ومؤكد خصها غادي نبقى شنو واخ واش راني نزي غنسوه ديما انايا باش انكا واخ واش نجه زي غنقام انايا شي واحد نخوها وانما زعما الطلب زي الدوله ناخذ الرؤساء ناخذ السلطه ناخذ تقوم الواجب الناس باش تعذر منايا منايا ديش حاجه طام مزيان لان غا حيت جان دي مزيان نهار انت وزي زك في غران انت وزي تزن تسريين نعزو زعما نظف التصبح انت زعما ديش حاجه ديال المليح ومنيا نشكرك انه وقت زعما زي الواجب تلقوم العمل وزي زي غير كيما انايا نشكرك انه بزاف ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله يكون شي ديري مليح سي محمد الحموتي ونشكرك شطاس في الغيره غاك المنطقه توري تواجد نهار سجيرف ايج الفارق مجموعه الدراري تبعنا خاص الكاميرا نتصور اخدم مني سي المبيدات كاستعداد يدي والشغيرين دسفت اي ناس بن 20 زي شهر 8 2016 من اجل النظافه والتنقيه نسمت نشين هذه المعلومات من مقبره قديمه المجاوره لمجموعه مدارس بني عبد السلام نعم ومي تسبق لحقاش توارى يتغمق 10 ايام وها باش هذه الدخول المدرسي يحن جاردين زيارين للتحضيري اذا دات تكون حصل راك الزيت وها خمي دغيا زداني تم تني تشكيش معلومه تو السور ذا خاص توقع ذاني تم راه خاص توضح في الاخوان سمرا ست من زي ويوقع الاستمراريه النظافه كبش انا امشي انا تو نظف انت كيجن وقت مره ومن بعد زي سنيت واحد المده مغا شويت شي بزاف اذا وروسي نكون مثلا تنظف الجماعه وردانا يخدمني نغاس كون مثلا تنظف المنايا ومن بعد وفين دجو في غاي مغا بزاف خلوهم يغيو فين في غاني مغا يور بالدن بذن ايوا ومي غير فين في غاني ما نايني وكذني ورش بدن انت انا عنق العمل ورشي الطلب الزيوم زعما ما نايا امني كنا سي شلو شير خو غانخي محضان قاد اسمو سنقي مول ولا فنا غان غافي عن غاخي حنا جا انت وكذنا بزاف في غرا انت مشي بما سي فغا مدرسه وفي غار بما ديال كذا ولهذا الطلب الزيوم زعما ما نايا هذين قاتلين ضد تس المسائل ان شاء الله اثني سامحي يجي معلومات اني تقوان الشنوان وفي وغ وغيقوم نفس العماله العماله ثاني تا ذا قناه موتى المسلمين يعني ذا الادميين في ذا الحرمه يعني حداج نشين نحتار الطريقه زعما نحتارم هي مش تقال فتوى نحتارم سجل الطريقه بانه الكائنات وتجب وحيه ماشي موجوده كيجي مشان محترم وانما الشناس نال الاحترام هو طريقه النظافه هو باداب واحترام وعدم النفشي وعدم المشي فوق المقابر اسندنا الاصل اني وشرت وخاصني الجان خاطر بعض الاثار المعالم سنت كسنت وتسمى ذايا زما الطمغار وتسمى الولوجيات يعني ابريد لا يوزان جو خوت هذه السن الاصل المفصل الناس باش غادي يعذا غير جدود الناس وغاتبوا المعالم ويسين شا وبكل صراحه ما هي وجبوا التقصير سي وزاني قديما توجدت امكانيات غير محدوده باش انا خوت ان شاء الله مي غنفوز فوز مستقبلا يا ريت المعاون شك السي حموتي تنبه ذاك تسمر ذاك بيننا وذاني تا يجم قبار التقديم تا الطاس قيد ساكن خاطن في جماعه وردانا بكل صراحه الله شاهد بالله وزعما واسين خشي لا قاد يجم قباره بان قد تواجد كتا زعما قنون ودرت 100 سنه وليس المجاهدين موت ليس المجاهدين المجاهدين دي قديم من شنو اخر جدود نخيم قرانون خنسراو نسين ذي عين درن وإن ذي نجن حديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يوم ما نقص زيارة المقابر يا ريت ودغي كان ذي على المنايا من تنيد شكا ذي نظف منايا ذي قبري ذي نذي كتاز قواثا باش بلاد مدي تسدد زيارة المقابر لأن ثانية زي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يخسوا انتاق كل شيء زي السنة زي الشريعة الإسلامية باش نسنين يقل منايا ويجي قسم الله يخسبنا ذي منايا غازي سيقوم الواجب هذا سبحان العامة وشي ما يريد دغي كان ذي الأجداد يندغي كان مزيانا ذي فنتي الى الاجداد نسنت الملايين هذا الصحه من يني موثان حتى حنا غادي نبرنا تقين زيارات باش تفكان دير مختراني ثنين باش غاسني يري تشبد ندير الانسان
وتفقنا الدين نسان فان الاجداد نسن متواخد من خيم زوره ديال فان الاسلام نسن فان الجدود نسن ترحمت زياره المقابر يخصها نشين ونكعش منايا واسم تعرف شي منايا من الله سبحانه الطاس يخصها منا جزاكم الله خيرا خمنا يخزي غتقوم زي العمله نشين الطاس قومت وغنتمنى غادي يري منايا ولكن واخ بوش الاستطاعه زي غير كان غادي يقوم زي منايا اول مره نجمع درنتي مدرينا فان انتي جوموا وسمع ثين قني غاش مش تستمسع ولكن تين غا خيتش المهمه بزاف يصغم ينتي زكورا يا الطاس داس الاجداد داس قديما داس المجاهدين يا ريت مري غانا فوت غزيس غيكلفن في عاجل وليس اجل باش يوغن حتى غاسيري كنج نحيلي مدرينين هذا كن زياره المقابر غومشانين لان مشانين حتى وتنكعشق في نتي مدرين تيم الزوري خصك خاص تحتفظ ونحتفظ حتى خيو ذا انا يدانا غاس نتاعنا باش هذا حد السجن مدريني نحتفظ خاص مدريني ذيني كين مريني من ماري ذي عن من مثل تي عذر شوي ذي سنتي اقنانيين ديني في غران دينا التاس يمكن الله اعلم بعلم الله من غيرين كتازي منيا ولهذا نتمنى ان شاء الله كل شيء يري مليح في ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتوجب للوعد وانما بكل صراحه هذه جن الصدفه مسرقيتيش يعني نهارا تنواضا اللقاء وانيتا باش الراي العام هذه السلبي انه من يتيري الطريقه جماعه قانشين بصفتنا كجمعيه بسم الله للتنميه والاعمال الاجتماعيه تمثلي في النخ كمؤسسه صافي وانما وغيبا دان السكينه وغيستافدن السكينه وغيقترحن يعني وغينبهن الجمعيه باش تفشى مبرد السكينه نشي نعدكم بان غاخرج الموعد ان شاء الله الاسبوع دي جوان نهار 27 28 دي شهر 8 دي مقبره بني عبد السلام الجبل غاخذين الالتزام يعني ايك السلطات ايك المجلس العلمي ايك مندوبيه اوقاف الشؤون الاسلاميه ايك العماله ايك السلطات المحليه يعني القياده مي غنكمل السني في مباشره ان ديج اللقاء سمبرماغ ديج الجناد يري مجموعه الاشخاص ثلاثه اربعه خمسه ان تحاور باش ميت غنس ميدانيا وتجي غتلقاها الجمعيه غير خدمت سوا سنسلنا زو الساكينه تشتي رمقص تشتي صبا تشتي راتو تشتي البالا الا وداني دغيا سين داسنا محترمين سجل الاداب وتجي واحد جاني مزيان خاطش وتجيبو تقدر الميو عانيك تقدر شي حاجه لا تستافد داج الثقافه جديده باش الشي نخذها منطقة السوار سمازيخت وإنما استعرفت باش إن شاء الله وطنيا وإنما ذي نخا خيط أجمل زعما لكل امرئ ما نوى المانيا غنيين شكايت اتصل السي محمد الحمودي بالنسبة باش كني إذا غاك التزامات التاجير متجول أسواق غاك التزامات تاع زيرو تصفى زيش شكايت اتصل إلى موالغي إن شاء الله مرة غاك الكلمة الكاميرا والسلام عليكم. لحظة غنيتيني تقي كني وعاون خاكي ومبدخ نخدم رانشين تما نخوز مع نسمح غاخ الغير اخ الوطن غاخ الخير انا خي خي خت نظرينا نخمو ينا يموتنا مو خصو تاع وتكافي سنشا ولا يجوز الانسان بنادم ما يقعد خت نظرينا اليوجا قاش ينجن حادث بنادم مثلا اذا سخن تشقال خاص اخمي خاص تشيخ الدار بجنة ويخص الانسان يحترم شويه ذي عذر نظرينا غادي محترمات بنادم دغيسنا ديك زياره المقابر غاسي لي موشان زي غايقوا شوي شوي باش هذيك الزياره غال اهل الناس يموتن قران شينا ذي نحقد تا المنزل هذاك ويتعاين ويسنايل وخا كان في الدنيا قال نستا دار 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 الفناء حق خديش ولكن انا حاجه ندار تري المقار هذه قمه الدومه وتنتهي يخصا نخدم ومشانا السجود باش من زيغنا وحكم شانين يخصا لابد الانسان هذه فكع شويه وزيقابو قام انايا ماشي مزيان من انايا خصا وتنقيش هذه قمه انايا قد تمرين وها يخصا انت تعترف هذه بيتزا بنا متخفنش انت ما كنتي داوش استقعد وغازي تيسحاد وشي من تخسر يسير جحاد وشي من غاز غيقارب حد باش هذيك زياره المقابر هذه فكه هذه فكه شويه ولهذا نطلب جزاكم زعما الله يجازيكم بخير خمنا يا العمل الذي غتقوم الله يجازيكم بخير بزاف نشكرك نوطاس وني انت انا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم. شكايش الطاس نختم بالنسبه للسي محمد الحموتي بكل صراحه يوزد غانخ وشاخي مجموعه المعلومات ولاني خصها زاد تقتدى تستعمر ديج الطريقه ديج النهجيه مستقبلا قام شا ايش حاجه خصها غاتيري ضروري غاتيسل المواطن قام راه واتنبث المسؤول واتنبث جهه معينه وزما تيري وغاتيري بالمعلومه نشي نروخوت ذاني نخدم باش نخدم بطريقه يعني بكل صراحه وتجيبو منهجه ما يمي ونسيبو من غني روخوت نيت شموا ورن
معقولين الطاس من ديني ني داني تا لوذان يعني الاجداد من اجداد النخ توفان وانما المعالم نسل والضان خصها كانت الجمعيات مماثله ولا جهات مماثله هاد خزان فران يموت طافي فران طافي فران من السنه دي يموت هاد الناس تدي الارقام محمي غادي قلت الارقام هي ناس كلشي هاد الناس غير مشان اسم ديال فارس كوري جنغاس اسم الناس كوري جنغاس الرقم الناس خمي دغيس يجن زير يغاب 20 سنه 30 سنه ليا زوخ الاصل خمس نقرون ولا ست نقرون يخصها تيا في لاجوندا ماشي انا هي وانا تا واجي واجي العمل يعني فرديني خارجي جمعياني خارجي جماعاني لا خصها نتكتل على القرار الجاليه نقضي برا بكل صراحه قراش المصطلحات غريبه خاطر تواجد خاص نجي نظري وزمانين خاطر في نظراني طان احسن زي نظريني اني وزان بروبا مرا يوضر الدرجه يا بنادم بحال الصاز ديال واحد مهمليت يعني بالنسبه للانسانيه النخ الايمان النخ الاعتقاد النخ يمكن نتحايل خوينات هو تجيب الواقع زمان يا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الشحاض باش شخصي ديال سانيخ شويه الماده توكسيك قش الشباب مراكز حدا دين قاد لي غادي يسيورني